إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذه الآية نزلت في الكعبة، وكان سبب نزولها هو مفتاح الكعبة. بنو شيبة وكلوا بسدانة الكعبة منذ ما قبل الإسلام، نالوا شرف رعاية شؤونها من فتح بابها وغسلها وتنظيفها وكسوتها. توارث السدانة يقتصر على بني شيبة كابرا عن كابر منذ قصي بن كلاب، أعطاها قصي لابنه عبد الدار، وبقي مفتاح الكعبة له ولعقبه حتى فتح مكة حين كانت السدانة بيد عثمان بن طلحة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب بأن ينادي عثمان بن طلحة، فذهب إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال له: أجب رسول الله. فقال له: يا علي، لقد أخذت مني المفتاح عنوة والآن تقول لي أجب رسول؟ قال: أجب رسول الله، إن الله قد أنزل في حقك قرآنا يتلى. فأجاب، ذهب عثمان بن طلحة إلى رسول الله في الكعبة فأعطاه المفتاح وقال له: خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. العربية معرفة، أرفد الجنابي.